في هذا الفيديو سأشرح لكم أقوى طريقة مجانية استخدمها لتحقيق أرباح، وهي الأفيليات. كما تشاهدون هذه الأرباح تصل إلى 180 إخواني مجانية وبترافيك مجاني تابعني في هذا الشرح الحصري. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الإنترنت. درس اليوم من أقوى دروس الربح من الإنترنت، سأعلمك كيف تحقق أرباح من إنشاء موقع إلكتروني. تحتاج فقط إخواني استضافة، ولو كانت استضافة مجانية. أنا سأقدم لك قالب بريميوم ثمنه تقريبا $70 أو أكثر إخواني مجانا، سأترك لك رابطه أسفل الوصف. أحتاج منك فقط الدعم، وضع اللايك وأيضا تعليق، وسأضع رابط التحميل أسفل الفيديو. كما قلت لكم إخواني، سأترك لكم كل الروابط التي تحتاجونها أيضا بشروط بسيطة، ليست شروط فقط. يصل هذا الفيديو إلى 100 لايك 100 تعليق، سأترك لك هذا بالبريميوم برابط التفعيل أو بالسيريال الخاص به. تابعني جيدا، هذا الكورس إخواني تجده في القنوات الأجنبية أو تجده في يوديمي تقريبا $100 لكي يعلمك نصف ما سأشرحه لك، كيف تنشئ موقع بالتفصيل. نحن اليوم إخواني سنشئ موقع مثل هذا الموقع الذي يحقق لي أرباح قوية جدا، أرباح من أدسنس وأيضا أرباح من التسويق بالعمولة. وكان النيتش الخاص بإخواني كما تشاهدون التاك والهيلت والريفيو والوود ووركينج، يعني وود ووركينج أيضا فيها أرباح. أقوم بنشر مقالات عن الوود ووركينج إخواني، إذا دخلت إليها ستجد أنها مقالات إخواني خاصة بكيف تتعلم الوود ووركينج وكل شيء. ووضعت إخواني الشيء الأهم، أنني وضعت رابط أفيليات هنا، إذا ضغطت على هذا الخيار سيتم تحويلك إلى والأوردر إخواني الخاص بهذا اللي يشتغل في البلد الخاص بنا، الأوردر الخاص بالأفيليات إخواني كليك بانك. كما تشاهدون هذه هكذا اشتغلت، إذا اشترى أي شخص ستحقق أرباح. كما تشاهدون أرباح تصل إلى تقريبا $48 لكل مبيعة، وسنقوم بالاشتغال عليها. لا بس تستطيع الاشتغال على الويت لوز، على أي شيء، ميك موني أونلاين، أي شيء تريده تستطيع الاشتغال عليه. هذا فقط كنبذة إخواني على الطرق التي نقوم بشرحها. ننشئ موقع مثل هذا بالتفصيل، سأترك لك الأكواد التي تحتاجها وكل شيء إخواني لكي يصبح التنسيق مثل هذا التنسيق. فائدة هذا التنسيق إخواني، ما هو فائدة هذا التنسيق؟ هل تظن أنه المظهر؟ ليس المظهر إخواني، أكواد سريعة جدا و يتعرف عليها محرك البحث جوجل بسرعة قوية، يعني يتم أرشفة الموقع الخاص بك وسهل التصفح أي شخص إخواني. كلما كان الموقع بسيط كلما كان حفظ هذا الموقع للعميل يكون محفوظ لديه، وبالتالي يدخله ولا يجد أي مشكلة عندما يتصفحه، يعني يكون بسيط يكون جيد. هذا الشيء البسيط دائما أفضل إخواني. المهم كيف استعمل؟ أول شيء أحتاج منك أن تشتري استضافة أو تقوم بفتح استضافة مجانية. كمثال إخواني أنا لدي هذا الموقع سأقوم بالتجريب عليه، لا يوجد فيه أي شيء، هكذا بسيط جدا، التام الأصلي الذي يأتي مع الوورد بلاس كما تشاهدون. ماذا تفعل؟ أول خطوة ستضغط على هذا الخيار وتضغط على ديلات وأوكي. أحتاج منكم إخواني مثل هذه الكورسات الطويلة تأخذ وقت للتسجيل، لذا نحتاج منكم الدعم. الآن اضغط على لايك وتأكد معي أن المبتدئ سيتعلم من هذه الطريقة. أضغط على هذه، لا أحتاجها أيضا، سأقوم بالضغط على ديلات وأوكي. جيد، ثاني خطوة إخواني ستأتي إلى البوست، إذا وجدت أي بوست تقوم بحذفه. الكاتيجوري، إذا وجدت أي كاتيجوري تقوم بحذفها. البلوجين إخواني، إذا وجدت أي بلوجين تقوم بحذفه. الآن تأتي الأبارنس، بعدها إخواني أتاني سؤال قبل أن أشرح هذه الخطوة، لماذا لا تشرح بالعربية؟ أخي أنا أحب أن أشرح بالعربية، لكن في مثل هذه المواقع إخواني إذا شرحت لك بالعربية الموقع الخاص بك سيكون في خطأ، ولا يدعمون الدول الأجنبية، لا يدعمون اللغة العربية، وكما تعلمون أنهم يحاربوننا في كل شيء. يعني لو كان الأمر بيدهم لقاموا بنزع اللغة العربية من حذافيرها. المهم لا ندخل في التفاصيل. الآن نضغط على Add New هكذا، وتختار إخواني من هنا في البحث Generate Press. هذا القالب إخواني، هذا القالب تقريبا ثمنه بسبعون أو أكثر من $70
في الليسانس إني اللي ميت، أضغط على إنستال هكذا ونقوم بتثبيتها. هذه مجانية، لكن عندما تفعلها بالقالب الذي سأتركه لك أو البلوجين الخاص بهم الذي يبيعونه هنا أكتيفيت، عندما ندخل إلى الكوستومايز، عفوا، عندما نقوم بزيارة الويب سايت الخاص بنا هكذا، سجلنا الموقع لا يوجد فيه أي شيء، هكذا يكون. عندما تأتي إلى البلوجين هنا إخواني لن تجد أي شيء. ما ستفعل ستضغط على Add New Plugin وتقوم بتحميل البلوجين الذي سأتركه لك لكي يتم فتح Generate Plus الخاص بك. هنا إذا دخلت إلى Generate Plus ستجد أنها بريميوم ليست مفعلة، يجب عليك شراؤها. كما تشاهدون تدفع تقريبا على ما أعتقد 59 الآن إخواني، والليسانس الذي سأقدمها لك كما تشاهدون الوان 149، كما تشاهدون 149 يعني كانت ب 70 أصبحت ب 149 على ما أعتقد. المهم أكثر من $50 بالضرائب الخاصة بها، يعني هنا يخبرك أنك ليس لديك البريميوم، لذا لن تستفيد من أي شيء، المزايا الخاصة بهم لن تستفيد منها. تأتي إلى البلوجين وتأتي إلى Add New Upload ثم شوزي فايل، تختار هذا البلوجين إخواني سأتركه لك وأضغط على OK Install. ننتظر للحظات سيتم تثبيته. بعد 5 ثواني أو 10 ثواني أو 30 ثانية حسب سرعة الإنترنت تضغط على Activate Plugin وتابع معي. تم إضافة Generated Plus Premium. توجه إلى Appearance وبالضبط إخواني في Appearance تضغط على Generate Price. وهنا إخواني No Receiving Premium Update، يعني الليسانس خاص بك مفعلة 100%. هنا هذه استجدها Deactivate، قم بنزعها هكذا. أنت استجدها هكذا إخواني. ما ستفعله ستأتي أول شيء بلوج، عفوا، أو شيء الكوبي رايت، اضغط على أكتيفيت ثم انزل إلى الأسفل، أحتاجك أن تضغط على سايت لايبرري، اضغط على أكتيفيت. جيد، إذا توجهت إلى لايبرري سايت بعد الضغط على أكتيفيت اضغط على هذا الخيار، تظهر لك كل التام القوية خاصة بجينيريت بريس والجيدة. إذا أردت شيء خاص بالأكل أو السفر هنا يمكنك اختيار حسب المجال الذي تريد، لكن اليوم سنشرح أفضل التام المقدمة من جينيريت بريس ويعملون عليها كثير من الأشخاص، وأعلم أن الكثير من الأشخاص من المتابعين شاهدوها، وهي تام ماركتر، فهي قوية جدا. تضغط على ماركتر، بعدها تضغط على جيت ستارت، ثم إخواني ستضغط على هذا الخيار I understand ثم beginning import. تنتظر للحظات إخواني إلى أن يتم استيراد كل المقالات، أعتقد أنها 3 فقط، ويسترد بعض الأكواد لكي ينشئ الموقع وكأنه ماركتر، ولكن سنعدله فيما بعد نحن إخواني. هنا تم الانتهاء، اضغط على Visit Site، شاهد انه تم وضع السايت كما تشاهدون. نريد تعديل هذا السايت اخواني، لم يقم باستيراد المقالات كما تشاهدون، لا بأس، لا يوجد اي مشكلة. هذا هو البلوج الخاص بنا، لا يوجد فيه اي شيء. جيد، نعود من هنا No Thanks. الان ماذا سنفعل اخواني؟ سنقوم بالتعديل خطوة بخطوة، وتابع جيدا. اول شيء لا نحتاج هذه ولا نحتاج ريسنت بوست، نأتي إلى الأبارنس وبالضبط في الويدجت ويدج هكذا، وهنا إخواني أضغط على هذا الخيار وأقوم بحذفه من هنا دلت، أضغط على إبديت ونعود هنا ونضغط على أكتياليزي، سيذهب إخواني فقط الكوكي الخاص بالحاسوب أو بالموقع. هنا ننتظر لحظات سيتم حذفه.
بعدها إخواني ما ستفعله ستضغط على هذا الخيار وتختار من هنا. أول شيء سنضيفه السيرش آيكون، نقوم بالبحث على سيرش آيكون. سيرش آيكون هكذا، أضغط على أوكي وتم إضافتها. أضغط على إبديت. عندما تعود إلى الموقع الخاص بك ستضغط على أكتياليزي. كما تشاهدون هنا إخواني، إذا عدنا إلى الموقع ضغطنا على أكتياليزي ستجد أن هذه لم تذهب كما تشاهدون. لكن يوجد شيء مهم، وهو أنك ومهم جدا أن تضغط على إليمون هنا وتختار هذين الإليمنت وتختار موف وتقوم بحذفهما كما تشاهدون هكذا. تعود إلى هنا وتضغط على أكتياليزي ستجد أنه تم ذهب بهما. تعود هنا إلى الويج وتقوم بإنشاء أي ويج تريد، مثلا كما قلنا سنضيف أيقونة البحث يحتاجها الأشخاص تكون ظاهرة. اضغط على إبديت هكذا. سنعود هنا، تأخذ بعض الوقت لكي تظهر. بعدها ستظهر لك هنا، هنا كما تشاهدون السيرش. نعود إلى هنا، نريد مثلا إنشاء مثل هذا الموقع إخواني. سنقوم بأخذ هذا الموقع هكذا ونعمل عليه، نريد عمل مثل هذا الموقع تماما. بيست، جيد. هذا هو الموقع الذي ننشئه. سيرش، نضيف الكاتيجوري. كيف سنضيفها؟ نضغط على هذا الخيار ونضغط على هيدينج، بعدها نقوم بكتابة كلمة كاتيجوري هكذا. ونقوم بتحديدها هنا إخواني كاتيجوري. نضغط مرة أخرى على هذا الخيار ونختار جروب، بعدها نأتي إلى علامة زائد في الأسفل ونضيف مثلا الكاتيجوري ليست. كاتيجوري ليست هذه هي، واختر هذا الخيار لكي تظهر. جيد، اضغط على حفظ، بعدها عد إلى هنا واضغط على أكتياليزي. عفوا أكتياليزي، ستظهر كاتيجوري ويج سيفد. هنا شاهد في النافذة الخفية تظهر، قد تأخذ بعض الوقت لكي تظهر أمامك، لذا لا يوجد أي مشكلة إخواني، تأخذ بعض الوقت لكي تظهر في المتصفح. اعمل دائما على متصفح خفي لكي تفهم طريقة العمل. الآن إخواني نريد وضع تنسيق مثل هذا التنسيق كما تشاهدون، تنسيق احترافي. سأترك لك ما قال إخواني في هذا الموقع بحد ذاته. تدخل هنا، سندخل أول كود هنا، المقالة بالإنجليزية. تعال إلى أول كود إخواني، قم بنسخ هذا الكود هكذا إلى غاية نهايته. الكود كبير لكن سينسخ لك البلوغ بطريقة احترافية إلى غاية هنا. جيد، هذا هو الكود. الكود كبير، سيقوم بتعديل لك الموقع بضغط الزر. قم بنسخه وعود إلى الموقع الخاص بك. وبالضبط إخواني في الكوستومايز، هذه المرة ندخل إلى الكوستومايز، بعدها ستأتي إلى قبل التوجه إلى Additional CSS. هنا الكولور نريد تغيير الكولور إخواني. الكولور تستطيع وضع أي كولور تريد، تضغط على هذا الخيار كولور هنا مكتوبة وتختار مثلا Primary Navigation لكي نعدل على هذا الكود. هنا إخواني مثلا الكود الذي أستعمله أنا علامة الهاشتاغ. أنت تستطيع وأمل أي كود 04 ثم A17 A. شاهد هذا الكود كما تشاهدون أصبح هذا اللون. أنت تريد وضع أي كود تستطيع وضعه، قم بحفظه. ضغط على Publish. هنا هذا الكود نفس الشيء إخواني، علامة الهاشتاغ 04 A17 A. يظهر لك نفس الكود، قم بسحبه مثلا إلى هنا هكذا واضغط على OK Publish. ثم هذا الكود إخواني يعني التغير بينهم.
تقوم بوضع مثلا صفر علامة الهاشتاج 04A17 A وقم بسحبه مثلا هكذا لكي يظهر بلون واضح نوع الشيء هكذا، اضغط على Publish. شاهد إخواني عند الانتقال بين أجزاء الموقع إخواني يعني يتغير اللون. جيد، الآن ماذا ستفعل بعد وضعك Publish؟ عد من هنا والكود الذي نسخناه منذ قليل Additional CSS اضغط عليها وقم بإضافة علامة أنتري مثلا إلى غاية 12 واضغط على Paste. شاهد هنا إخواني كيف أصبح هذا الشيء، اضغط على Publish وهنا إخواني كل شيء تم تعديله. إذا عدت إلى الموقع ستشاهد أنه أصبح بطريقة احترافية. هنا Read More، شاهد هذه الأقواس يعني قام بتعديل الموقع بطريقة جيدة. وإذا دخلت إلى الموقع ستجد أيضا تم التنسيق داخل المقالة. هنا إخواني الكاتيجوري لم يتم إضافة لها إطار، تستطيع التعديل فقط في السي اس اس الخاص بها. توجه الى الكاتيجوري اضغط عليها وهنا اخواني ادفانسد وهنا ستجد اديشنال سي اس اس على ما اعتقد ستقوم بكتابه ويدجت ثم علامه ناقص تايتل هكذا واضغط على حفظ واضغط على اكتياليزي من هنا. شاهد إخواني في النافذة الخفية أصبحت معدلة يعني تم إضافتها وأصبحت طريقة احترافية. نريد إضافة مثلا أقسام هنا للكاتيجوري، ببساطة إخواني تريد إضافة أي قسم هنا، أول شيء ستضيف الكاتيجوري، الكاتيجوري تضيفها من هنا بيست أو بوست وآد كاتيجوري هنا وتقوم بإضافة الكاتيجوري الذي تريد، مثلا هذه تريد تسميتها مثلا product هكذا product. جيد، قم بنسخ هذا البرودكت وقم بإضافته أيضا هنا واضغط على update ثم اضغط على go to product. هنا مثلا تريد تعديل لكلمة product مثلا إضافتها بحرف كبير وتضغط على update، أنت حر. مثلا نريد إضافة وود ووركينج أو شيء مثلا ريفيو قم بنسخها وضعها هنا واضغط على آد، سيتم إضافتها كما تشاهدون. إذا عدت إلى الموقع الخاص بك ستجد أنه تم إضافتها هنا أكتياليزي مرة أخرى. إذا لم تشتغل عد إلى النافذة خفية واضغط على Actualize ستجد أنها تم إضافتها Product Review، كل شيء جيد. الآن إخواني تستطيع التعديل في مرة أخرى في الويج وتضيف لون داكن لهذه البرودكت، مثلا تختار الكاتيجوري وهنا Show Empty هكذا لكي تظهر إبديت. لتعديل مثلا اللون الخاص بها تضغط هنا، هنا تتحكم في الكبر الخاص بها، شاهد اتركها هكذا. وهنا ايضا تستطيع الضغط على appearance واختيار مثلا bold، شاهد واضغط على update. واذا عدت الى هنا واضغطت على actualize او في النافذة الخفية لا بأس. actualize مرة اخرى، شاهد اخواني ظهرت هنا وبي دقة جيدة يعني شيء احترافي. هنا تستطيع التحكم في كل شيء إخواني، هنا مثلا البولد، أيضا تستطيع شو ام تي بي كاغري شو بوست كونتنت، تستطيع إضافة العدد المقالات في كل برودكت في كل كاتيجوري، تستطيع تحديد قائمة هكذا، تستطيع ديسبلاي هكذا تظهر يعني كما تريد أخي أختي. نحن سنتركها هكذا. الآن تقريبا أكملنا نصف العمل، هنا تبقى بعض الأشياء سنقوم بشرحها. هنا الموقع الخاص بنا تقريبا جاهز. ما سنفعله إخواني سنأتي إلى
خيار الإليمنت ونضيف بعض الأشكال. أضغط على Add New Element واختار Hook واضغط على Create. يتم إنشاء لك هذا الهوك. تأتي إلى الكود الذي سأتركه AutorBox إخواني. AutorBox إخواني هو يعني الكاتب كيف سيظهر، تظهر أيقونة الكاتب. يجب أن نضيف دقة عندما يدخل إلى أي بوست، نجد في الأسفل دائما إطار خاص بالأوتر أوتر بوكس يعني الكاتب، لكي يكون ذا شيء جيد إخواني. ما ستفعله، ستأتي إلى الكود إخواني الخاص بي الذي سأتركه لك، قم بنسخه هكذا نسخ، وهنا إخواني ستقوم بلصقه. هنا قبل الضغط على Publish إخواني في الأوتر بوكس، تأتي إلى بعض الميزات التي سيتم تفعيلها. أول شيء فاعل هذا الخيار PHP واختر هنا أنها ستظهر في البوست كونتنت إخواني. قم بكتابة Generate، نحن نحتاجها في البوست إخواني، تظهر في البوست. سنبحث على After and entry post هنا content after هذه، اختر هذه ثم اضغط على display role واختر هنا اخواني سنريدها في البوست. قم بكتابة post هكذا تظهر لك هذا الخيار، قم بتحديده و all post واضغط على publish، تم الحفظ. إذا ضغطت على Actualize للبوست ستجد أنه يتم إضافتها هنا، لن تظهر في بداية الأمر. إذا دخلت إلى متصفح الخفي إخواني ستجد أن الأوتر بوكس سيظهر، انتظر لحظات فقط. قم بدخول مرة أخرى متصفح خفي، Private وأضغط على Paste. شاهد إخواني ظهر في البوست كما تشاهدون Contact Us، تستطيع إضافة أي شيء تريده هنا والصورة التي تريد لكي تضيف دقة للحساب الخاص بك والموقع الخاص بك كما تشاهدون. هنا البوست الثاني Read More، ستجدوا أنه تم إضافتها، وهكذا أنشأنا موقع احترافي تقريبا. هنا نكمل خطوة أخرى، نريد إضافة شيء مهم وهو أيضا إليمنت آخر. أضغط على Add New Element وأختار Hook وأضغط على Create. الآن ستوجه إلى الكود الذي يأتي في المقالة الثانية وهو Share Button إخواني. تقوم بوضع أيقونات المشاركة للموقع الخاص بك. هنا في الموقع الخاص بك إخواني تضغط على Share Button، وهنا الكود ستجده أيضا في المقالة. هذا هو الكود، تقوم بنسخه من هنا وتنزل إلى الأسفل إلى غاية نهاية الكود هنا. نسخ جيد إلى غاية هنا، نعود من هنا مرة أخرى، نقوم بوضعها بيست ونختار إخواني شير بوتوم، أضغط على Next، وهنا سنختار أيضا Generate، سنختار Role Enter Site جيد، وهنا Setting سأختار PHP وأيضا Footer. في الفوتر تكون في الأسفل وأضغط على Publish. بعدها إخواني إذا عدنا إلى الموقع في النافذة الخفية My blog، شاهد إخواني ظهرت هنا كما تشاهدون لكي يتم مشاركة المقالة الخاصة به في Pinterest في الفيسبوك في أي موقع. نريد إضافة شيء احترافي هنا إخواني خاص بالبوستات يعني Recent Post، هذه فقط تستخدمها مثل هذه إخواني Recent Post، وتظهر المقالات ببساطة. توجه إلى Appearance عفوا إلى Plugin وتقوم بالبحث في البلوجين إخواني، فهي مجانية 100%. مثلا بلوجين خاص بريسنت بوست هكذا، ستظهر لك ريسنت بوست
with thumbnail نحن نبحث على هذه على ما أعتقد. أضغط على هذا more details. ليست هذه, هذه هي يا إخواني. اضغط على install بعدها سنضغط على activate وهنا نعود إلى الويج. هنا في الويج لكي نضيف recent post في الويج إخواني أضغط على هذا الخيار واختار recent recent post with thumbnail أضغط على update. إذا عدنا إلى الضغط على Actualize ظهرت البوستات كما تشاهدون في الأول. جيد, يعني شيء احترافي. الآن ماذا سنفعل إخواني؟ كل شيء جيد, يبقى بعض التعديلات. مثلا نضيف عندما نقوم بوضع مقالة مشاركة المقالة مع أشخاص. هنا يوجد كود أيضا مجاني, ستدخل إلى الكود الذي سأتركه لك. قم بنسخ هذا الكود الأخير إلى غاية هنا نسخ, وعد إلى الموقع الخاص بك بالضبط في الإليمنت. دائما نريد الإضافة في الإليمنت, add new element, وهنا دائما hook وcreate. بعدها هنا social media, قم بكتابة لهم social ميديا بوتون. قم بلصق هذا الكود. بعدها هنا إخواني اضغط على PHP واختر أيضا generate هكذا after content. سنجد الكونتنت. جيد, هنا في الكونتنت هذه أيضا, وهنا رول بوست في البوستات. جيد, وهنا all post واضغط على publish وننتظر اخواني الى ان يتم ظهور سيف هنا. جيد, كل شيء جيد. اذا ضغطنا على actualize ستجد ان البوتوم تم ظهورها actualize في النافذة الخفية. بعدها ندخل الى اي مقالة وهنا نجد البوتوم تم اضافتها ايضا sharing إذ شريك يستطيع مشاركة المقالة. هنا تقريبا أنشأت الموقع وعدلت, بقي فقط الفوتر. إن شاء الله في فيديو قادم سنشرحه. الآن سنشرح شيء مهم وستحتاجه. هنا الشيء المهم الذي سنشرحه إخواني وهو كيف سننشئ مقالات احترافية. أنا أنصحك بالعمل فقط. إذا أردت استخدام الذكاء الاصطناعي قم بالعمل على, إذا أردت الربح من الأفلييت اعمل بالذكاء الصناعي فقط. الذكاء الصناعي إخواني سيمكنكم من كتابة مقالات احترافية وخاصة موقع writingcu.ai. سأترك لك الرابط أسفل الفيديو. هذا الموقع writingcu, قم بإنشاء حساب بسيط. تستطيع إنشاء كم من حساب إخواني باستخدام تومب إيميل. اضغط على get start وهنا إخواني ستنشئ. أول شيء ستقوم بكتابة الباسورد الخاص بك. جيد, وهنا النايم, ضع أي نايم. أي اسم لا يهم. وهنا قم بأخذ إيميل مهمل واضغط على بيست واضغط على سين أب. بعدها ستأتيك رسالة. إذا عدت هنا ستجد رسالة, قم بتفعيل الحساب الخاص بك هكذا بالضغط على هذا الرابط. والآن تستطيع إنشاء مقالة احترافية. كمثال إذا عدنا إلى الموقع الخاص بنا هنا, نحن موقع أضفنا مثلا وود ووركينج كما تشاهدون. هذا القسم إخواني تستطيع إنشاء قسم خاص بالوود ووركينج كما قلنا. تجده في الكاتيجوري, تضيف في الكاتيجوري وود ووركينج وتضغط على paste وتضغط على add. سيتم إضافة الwood working في الحساب الخاص بك, وسأشرح لك في فيديو قادم كيف ستعدل على هذه القائمة.
وودوركين كما تشاهدون، وكيف ستضيف قائمة أيضا احترافية مثل هذه القائمة الخاصة بالفوتر الخاص بي كما تشاهدون أيضا هنا كيف عدلتها أيضا. هنا إخواني هذه المقالة التي سأنشئها معكم فهي احترافية، لذا سأضعها أمامكم في موقعي الأصلي EN on Sea Life ونستفيد منها. بما أنها مجانية سأدخل إلى الحساب الخاص بي في موقع on Sea Life هنا وأختار بوست إخواني هكذا بوست. نحن نقدم خدمة إنشاء مثل هذا الموقع إخواني يكون احترافي، أضغط على Add New Post هنا Add New Post جيد، ولكي تقوم باستخراج الكلمات المفتاحية في موقع سيو رايتر إخواني سيتكفل هو بالأمر، فقط قم بتقديم له مثلا إنشاء One Click Blog Post واختار الكلمة المفتاحية مثلا Woodworking واضغط على Generate Title. هنا سيقدم لك التايتل، بعدها مثلا إذا لم يعجبك تضغط على جينيريتر تايتل مرة أخرى. جيد، قام بكتابة هذا التايتل، تنزل إلى الأسفل إخواني، أريد مقالة تكون لارج هكذا، وأيضا فرندلي هنا أترك كل شيء كما هو. كونتري مثلا سأستهدف في يونايتد ستيت، ننزل إلى الأسفل هنا كل شيء كما هو، توليد صورة اصطناعي ذكاء اصطناعي، جنريتر كيورد يضغط على جنريت سيقوم بتوليد لك الكلمات القوية، وهنا الكويستشن كل شيء تقريبا جيد، انيبل اديتر هنا فهي مدفوعة، بعدها اخواني اضغط على ران من هنا وسيبدأ إخواني في إنشاء مقالة بضغطة زر. في الخطة المجانية أعتقد أنه لديك 5 مقالات مجانا كل شهر، تستطيع إنشاء آلاف الحسابات، سيقوم بكتابة لك مقالة بالسيو إخواني واحترافية، أيضا أضاف صيغة الذكاء الاصطناعي بصيغة بشرية يعني لن يتعرف عليها مواقع اكتشاف الذكاء الاصطناعي. نحن نعود هنا إخواني، أنشأنا كما تشاهدون بلوج، هنا أنا أعمل برانك ماتيو إن شاء الله سأشرحه لكم وأضيف لكم رابط تحميله بنسخته البريميوم، شاهد كيف سأقوم بتطوير هذه المقالة إلى 70% أو 80% كسيو لكي تنافس في محركات البحث. هنا ننتظر لأن يتم اكتمال 100%. هنا إخواني تم الانتهاء، أضغط فقط على المقالة وهنا العنوان، شاهد هذه المقالة سأحقق منها أرباح خرافية، خاصة أننا سنشرح الجزء الثاني كيفية نشر هذه المقالة تقريبا في 200 موقع إخواني. هنا سنقوم بدخول إلى الموقع الخاص بنا، العنوان سأقوم بوضعه هنا جيد، بعدها إخواني سأقوم بأخذ كل شيء من هنا سواء الصور أو أي شيء إخواني، أسئلة ويضيفها إخواني مقالة بالصور بكل شيء، أقوم بوضعها هنا، تم إضافتها بطريقة احترافية الصور وكل شيء إخواني. يبقى شيء مهم إخواني، الكلمة المفتاحية هي woodworking هنا، woodworking إخواني، نعود إلى هذا الخيار نضغط عليه نقوم بإضافتها هنا بيست. جيد، هنا أستطيع أيضا يقدم لي أشياء مهمة من بينها السيو الخاص بالمقالة شاو سيو ميتا، أقوم بنسخها هكذا ميتا ديسكريبشن، أعود هنا أضغط على ميتا ديسكريبشن وأقوم بوضعها هنا بيست. جيد، كل شيء جيد، هنا سأقوم بحذفها إلى أن تظهر علامة الأخضر هنا، هنا اللينك سنقوم بإضافة اللينك من هنا مثلا woodworking أضيفها للينك هكذا بيست، هنا السيت نيم سأقوم بنزعها هكذا وأضغط على خروج. هنا الأخطاء، شاهد هذه المقالة احترافية،
يوجد بعض الأخطاء focus in URL لا توجد الكلمة المفتاحية في الرابط، وسنقوم بنسخ هذه الكلمة ونعود إلى الموقع الخاص بنا هكذا، ونتوجه إخواني إلى آخر مقالة، نضغط على quick ونضيفها إلى focus هنا، وهنا إخواني أضيف كلمة مفتاحية وأقوم بنسخ رابط الموقع الخاص بي هكذا، أقوم بإضافته هنا Ctrl V. جيد، كل شيء جيد. هنا الميتا ديسكريبشن لم نضيفها، سنضيفها أيضا من هنا وأقوم بوضعها هنا Paste. هنا Set Name والSet Up لا أحتاجها، العنوان تم وضعه، كل شيء تم تعديله، التاج مثلا سأضيف نفس الكلمة المفتاحية وأضغط على إبديت. بعدها إخواني إذا عدت هنا وضغطت على Publish شاهد ماذا سيحدث، Publish سيتم تعديل كل شيء، هنا شاهد أصبح 80. يوجد بعض الأخطاء سنقوم بإصلاحها، مثلا هنا الكيورد كلمة ضعيفة جدا، يعني تم ذكرها أكثر من مرة إخواني، كتبت كلمة رئيسية، هذه ليست مشكلة. هنا Link External Link، هنا إضافة رابط خارجي، نتوجه إلى كليك بانك ونضيف رابط منتج خاص بالوودوركينج إخواني، ونقوم بترويجه، يعني شيء خاص بالترويج. هنا سأقوم بنسخ هذه الكلمة copy وأتوجه إلى حسابي في كليك بانك. هذا هو المنتج إخواني الخاص بتاتس ووركينج، قوي جدا، أرباحك تصل إلى 57.36 على كل مبيعة، ويحقق لك أرباح متجددة $11. اضغط على هذا الخيار Direct Link، هنا الهوب لينك، قم بوضع اسم الحساب الخاص بك، بعد وضع الحساب اسم الحساب الخاص بك اضغط على Copy لللينك وعد إلى الموقع الخاص بك هنا إخواني في المقالة، هذه المقالة كل اضغط على Ctrl F إخواني، هنا Ctrl F وابحث مثلا هذه الكلمة، قم بتحديدها واضغط على اللينك هكذا، أيضا هنا تضيفها لكي يدخل عليها عندما يجدها هايبر لينك مثلا، أيضا هنا سأضغط على بيست، وكما تشاهد هنا تم إضافة 86 إخواني. هنا أيضا انترنال لينك، لا يوجد رابط، لم نتمكن من العثور على أي روابط داخلية، سنقوم بإضافة رابط داخلي إخواني. هنا التايتل دعنا منها، سنضيف رابط داخلي إذا توجهنا إلى المقالات وقمنا بالبحث على woodworking إخواني. هنا هذه الكلمة سنجد أننا أنشأنا مقالة خاصة بالwoodworking، بحث جيد، هنا مقالة نشرتها من قبل، شاهد هذا السيو إخواني وهذا السيو، فرق كبير. أضغط على نسخ للرابط copy link وأعود إلى المقالة أضيفها مثلا هنا، أو مثلا read more article، read this article، وأقوم بإضافة الرابط الخاص بي هنا، رابط مقالة داخلي، كما تشاهدون سيتم نزع المشكلة، أصبحت 90، كل شيء جيد. أضغط على هنا الصورة المصغرة لم نضيفها لكن سيتم إضافتها، وهنا كما تشاهدون إخواني تم وضع المقالة والسيو الخاص بها 90، يعني سأتصدر نتائج البحث بعد أسبوع أو 3 أيام، ستجد المقالة خاصة بي قوية. إذا ضغطت على View Open ستقوم بمشاهدة أن المقالة احترافية إخواني وقوية جدا. يبقى مشكلة واحدة وهي الصور، طبعا نسيت هذا المشكلة أن أقوم بشرحه، اضغط على Edit من هنا وعدل الصور إخواني، كيف ذلك؟ تابع معي جيدا واعذرني أخي أختي لأن الشرح طال،
لكن ستستفيد. صعب، قم بحفظ هذه الصور السيف. أيضا سأحفظ هذا الفيديو، سأقوم بأخذه فيما بعد. هنا السيف أيضا لهذه الصور كلها، سيف. هنا السيف، جيد، كل شيء جيد، انتهى الأمر. هنا إخواني أعود إلى هذه الصورة كما تشاهدون لا تظهر، أقوم بإضافة الصورة الأولى بالضغط على هذه العلامة. تابع معي جيدا كيف سنعمل، ونضغط على إيماج في البحث، تظهر لك إيماج، أبلود إيماج، ونقوم بتحميل الصور التي حملناها منذ قليل، داونلود. بعد تحميل الصور نضغط على أبلود أو تأخذ لها سكرين شوت. وهنا الصور، مثلا الصورة الأولى سأقوم بوضعها هنا. أيضا ننزل إلى الأسفل مكان فراغ الصور، سأجد الأماكن التي لم تظهر فيها الصور، هذه صورة أخرى، أقوم بالضغط على Add. وهنا إيماج، أقوم بكتابة إيماج، وأقوم بتحميل الصورة الثانية هذه Open. الصورة الثالثة هكذا إيماج، وأقوم بتحميل نفس الشيء، جيد، كل شيء جيد. الآن إخواني فقط يبقى شيء مهم، وهو نسخ هذه الكلمة والتوجه إلى البوست. هنا إخواني ستنزل إلى الأسفل، قم بوضع مثلا هنا، سنضيف هذه في الوود ووركينج، نسينا هذه في قائمة الوود ووركينج. التاج تستطيع إضافة أي تاج تريده، والفيوتر إيماج إخواني ستضيف الفيوتر إيماج الخاصة بك، مثلا هذه سنضيفها كفيوتر إيماج، أضيف لها كلمة الرئيسية. وهنا أيضا في الديسكريبشن وأيضا في التايتل نفس الكلمة لكي تضيف لك شيء مهم، أضغط على أوكي. نفس الشيء إخواني نعود إلى هنا، عندما تظهر أضغط على إبديت، أضغط على هذا الخيار، أختار All that load more. سنقوم بتعديل كلمات المفتاحية في الصورة التي أضفناها، جيد. هذه الصورة التي أضفناها أتوجه إلى هذه الصورة وأضيف لها الكلمة المفتاحية في هذه الخانة، أيضا في التايتل. هذه خطوة مهمة لكي يتم أرشفة الموقع الخاص بك. أيضا هنا نفس الشيء إخواني في التايتل وفي الديسكريبشن وفي ALT text. بعدها أضغط على هذه وأختار Set Background، بعدها إبداية شاهد 91. وهنا المرحلة الأخيرة إخواني للمقالة، إذا ضغطت على Actualize شاهد كيف ستظهر المقالة الخاصة بك، يعني شيء احترافي إخواني. Featured Image، وهنا العناوين يعني Article ينقله إلى Article جدول. وهنا الصور ستظهر بطريقة احترافية. هنا كما تشاهدون إخواني الصورة الأولى، وهنا الصورة الثانية، المقالة، الصور التي أضفناها، هذه إحدى الصور كما تشاهدون. فقط سرعة الإنترنت ضعيفة هنا، والمقالة كبيرة جدا. هذه إخواني عندما أقوم بنسخها وأقوم بنشرها، تأكد معي أنها ستأتي بنتائج كبيرة جدا. إذا نشرتها في الإنترنت ستأتي بنتائج قوية جدا، والموقع سيكون سريع، والمقالة فيها فائدة. أيضا عندما يدخل الموقع سيجد أنه يوجد الهيلت ريفيو، يعني يفهم أنه موقع مهتم بمراجعة الأشياء. هذا هو درسنا اليوم، أعتقد أنني شرحت لكم كل شيء بالتفصيل كيف تحقق أرباح. فقط هذا جزء أول، إن شاء الله يوجد جزء ثاني، يوجد أسئلة إخواني يجب عليك اكتشافها. سأترك لك كل شيء أسفل الوصف، بشرط إخواني كما قلنا 100 لايك 100 تعليق، سأضع لك رابط البريميوم والأكواد إخواني وكل شيء تحتاجه شرحناه، إن شاء الله سأقوم بوضعه في الوصف. الأخير ما علي إلا أن أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى